الله أكبر الله أكبر. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، صدق الله العلي العظيم. الإنسان يحيط به ثلاث أبعاد، تحيط بالإنسان ثلاث عوالم. الإنسان في هذه الدنيا له ثلاث عوالم، أولاً المحسوسات، ثانياً المعقولات، الإحساس والمحسوسات، التعقل والمعقولات، ثالثاً التخيل. هذا عالم من عوالم الإنسان، التخيلات، الخيال. هذه الأبعاد الثلاثة لا ترتبط بعضها ببعض أبداً، واستعمال الآلة في كل عالم يخص بنفسه، لا ربط له بالعوالم الأخرى. عوامل المحسوسات هي هاي العوامل الخمسة: الإنسان يرى بعينه، يسمع بأذنيه، إلى آخر. هذه الحواس الخمسة يدرك الإنسان عالم المحسوسات عبر هذه القنوات. هناك عالم آخر، عالم المعقولات. المعقولات أشياء لا تدرك بالحس لكنها حقائق خارجية يدركها الإنسان، لكن يدركها عبر قواعد عقلية. الإنسان يملك قنوات عقلية، تعتبر هذه القنوات قواعد، عبر هذه القواعد يمكن أن يدرك كل شيء معقول. بالنتيجة ليست الموجودات كلها تدرك عبر الحس، جزء كبير من الموجودات لا يمكن إدراكها إلا عبر العقل والتعقل. هذا العالم الثاني. العالم الثالث الخيال. هذا العالم لا يقل أهمية عن عالم المحسوسات والمعقولات. كثير من الأشياء الإنسان لا يمكن أن يدركها عبر القواعد، لا تنالها القواعد، يحتاج إلى أن الإنسان يحلق
فيها فكريا، هذه قوة، عبرها، عبر هذه القوة يدرك الإنسان كثير من الحقائق عبر قوة الخيال. هذه القوة جدا مهمة في الإنسان، هذه القوة لا يجدها أي مخلوق لله تبارك وتعالى. الكائنات لا تمتلك القدرة على التخيل، ولولا هذه القوة الإنسان كان محروم من كثير من أنواع الإبداع ومن أنواع التقدم. كله، لاحظوا، كل إنجاز للإنسان الجزء الكبير فيه عالم الخيال، فيه هاي التكنولوجيا، هذا التمدن، هذا التقدم. الإنسان مثل ما بخياله عبر تحليقه في الخيال يرسم لوحة فنية رائعة، كذلك يحقق إبداع تكنولوجي رائع عبر الخيال. الذين حققوا الابتكارات المهمة في الحياة، هؤلاء بنوا هذه الابتكارات على تحليق فكري، على عملية الخيال، يحلق عبر الخيال. هذا الخيال في الآونة الأخيرة أخذ اهتمام كبير لدى المفكرين، يؤكدون على الإنسان أن سعادته، أساس السعادة في الحياة ترتبط بالخيال. يذكرون كلمات مهمة، يقولون فلان أينشتاين يقول أن الخيال أهم من المعرفة. معرفة شنو؟ يعني قواعد. الإنسان صاحب المعرفة يعني شنو؟ يعني يعرف القواعد. هسه قواعد الطبخ أو قواعد التكنولوجيا أو قواعد الحياة، هذه معرفة. معرفة يعني هو العلم. العلم غير الخيال، الخيال شيء غير علمي. يقول أن قدرة الإنسان، أو هذا الرجل ينقل عنه، معروف هذه الكلمة، أو تفعيل الإنسان لعالم الخيال في داخله، هذا أهم من معلوماته. الإنسان كثيراً ما عنده معلومات كثيرة، أما هذه المعلومات ما تأثر في داخله. يعلم الكثير، يدري أن مثلاً التدخين مضر، بس هذا التدخين أبداً ولا يوم واحد يعيقه عن هذه العملية. ولكن إذا دخل في عالم الخيال قام يصور لنفسه آثار الضرر، هذا راح لا أقل فد جزء بالمية يرتدع. فالخيال أهم من المعرفة حسب هذا الكلام. أخذوا في الفترة الأخيرة يؤكدون على هذه القضية. من أجل ماذا؟ أكو عندهم مشكلة. عصر اليوم يسمونه عصر الأمراض النفسية. من أجل معالجة هذه المشكلة إجوا يركزون أن الإنسان ليش يصاب بالأمراض النفسية، بالكآبة. يقال أن أكثر من 200 مليون مريض نفسي الآن، أكثر من 200 مليون مريض نفسي يرقد في المستشفيات أو في المستوصفات. 200 مليون، أصلاً اسم اليوم يسموه عالم الكآبة. تجتاح هذه الكآبة البلاد المتمدنة المتقدمة بشكل رهيب. هذه أقراص اللي ترتبط، الأقراص المنومة، الأقراص المهدئة المضادة للتشنج،
أقراص الكآبة يسموها شنو اسمها بروزاك ما أدري شنو اسم هذا. هذه الآن كل ثلاثة من أفراد البشر واحد منهم يستعمل واحدة من هذه الأقراص. العالم لاحظوا التكنولوجيا في العالم جابت خير كثير للعالم، ولكن خلفت هذه التكنولوجيا شنو شيء واحد، وهو أن الإنسان تحول إلى مريض. هذا التمدن، هذا التقدم هم يقولون جاب الخير للإنسان، بس ثمنه باهظ كان. ثمنه شنو كان؟ ثمنه هاي الأمراض. تشوف الفرد يملك كل شيء، كل عوامل السعادة، لكن لا يستشعر السعادة ذرة واحدة. شنو المشكلة؟ جايين معالجين المشكلة بمسألة التخيل. يقول للإنسان أنت اقعد حلق فكر، جيب قدام عينك صور جميلة وحاول دائما في هذه الصور الجميلة تفكر. هاي حكي التخيل. شنو هذا؟ عالم الخيال اللي يبحثون عنه، وبحث علمي حقيقة مئات الآلاف من الدراسات أكو على في هذا الأمر. واحد يدق الكلمة، هاي الكلمة في محركات البحث، يشوف شنو يسوي، كيف إنسان يعمل، كيف يرفه عن نفسه، كيف يطلع من أجواء المعاكسات الحياة. شغلة بسيطة، إذا أصبت بضرر أو أي شيء حاول تصرف بالك. دراسات عجيبة، أكو يقولون هرمون اسمه الدوبامين، ما أدري هذا شنو. يقولون هذا هرمون إذا يترشح يسبب للإنسان حالة رهيبة من السعادة. هذا حاولوا أن هذا الهرمون يترشح دائما بشكل مستمر في جسمكم حتى لا يتعرض الإنسان إلى الكآبة. دوبامين هذا هرمون جسمي، فلما يترشح الإنسان تصيبه حالات شديدة من النشوة، وعلى كل حال ينسى كثير من المساوئ في الحياة. يحجون حكي ما أدري هذا المخ إلى شنو، إلى موجات تسمى موجة ألفا، أكو موجة ديتا فتحكي ما أدري. إذا هذه موجة ألفا، هذه الموجة تكونت، يقولون ما يمكن أن هذه الموجة تتكون في الدماغ إلا أن تكون في حالة استرخاء مطلقة، حالة استرخاء تكون وكيف كلش زين وطيب، هذه الموجة تتكون. إذا تكونت أنت حس بالسعادة، موجة ألفا ما أدري. وأخيرا بالنتيجة يوم على يوم الحياة تسير باتجاه المزيد من الكآبة والانتحار والأمراض النفسية، كله أخذ حبوب حتى تنام. شنو هذا الإنسان؟ الإنسان ينومو حتى شنو يفتك من مآسيه؟ شنو هذا الإنسان؟ ما فاز إلا نومه، شعر المعروف. ما أريد أقرأ شعر يوم الجمعة يوم شهر رمضان، مكروه. ما فاز إلا نومه، الإنسان يفوز إذا كان نايم. هذا الإنسان، هذا خليفة الله. أخيرا ما عندهم علاج، دائما يطون جرعات حتى تكون نايم. إذا هم أنت مستيقظ أصلا مخك لا يشتغل. هذه نتيجة الحياة. أخيرا ما عالجوا، إجوا طرحوا موضوع التفكير. حقيقة أكو شيء مهم، الإنسان لا ينكر أن له بعد هائل في مجال التفكير، ولكن الإنسان لا يفكر حقيقة، لا يفكر. نعم يفكر في شنو؟ في الشيء الذي لا يكون التفكير فيه إلا المزيد من المأساة والكآبة والأمراض. يقول يزيد الطين بلة. الإنسان أخيرا لما يفكر في شنو؟
يفكر في أشياء خيالية. هذا شنو؟ هذا تخدير للإنسان. ما يصير الإنسان يكذب على نفسه، ما يصير يكذب على نفسه. هذا الكذب على النفس مثل واحد، إحنا كانوا في أيام الطفولة برد قارس، كان ينزل ثلج جاي نموت من البرد، يقولوا لنا لقن نفسك، قل لنفسك إش قد الجو حار. شنو هالحكي؟ قول 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 100 مرة، قول قول حار حار الجو حار حار. ما يصير الإنسان ما يقدر يكذب على نفسه. شنو الجو حار؟ برد ثلج، ما ينفع. الإنسان ما يقدر يكذب على نفسه، كل يلقنونه يعلمونه قعدوا فكروا شغلات جميلة. شنو شغلات جميلة؟ أنا عندي مشكلة في الحياة، أنا عندي خسارة، عندي ضرر، عندي ألم، جسمي يألمني مثلا، أقعد فكر فكر شغلات حلوة. هذا شغلات فالتخدير صحيح يخدر، بس هذا المردود السلبي للتخدير ما حد ما يفكر به. أخيرا شنو؟ بعدين يجي الألم بشكل أشد. إحنا ما عالجنا، دخلنا الإنسان في شنو؟ في سبات. إذا الإنسان في سبات معلوم ما يحس بالألم، ما يحس بالش اسمه، هاي الأشياء المحفزة لإفراز هذا الهرمون، هاي الأشياء بها تبعات. هذا الهرمون إذا هي بشكل متكرر بشكل متكرر أفرز، هذا بي بعدين تبعات. هذا الهرمون يفتك يفتك يولد مشاكل. اقروا القطب الثنائي. القطب الثنائي شنو؟ تشوف الفرد القطب الثنائي هذا فتشي معاكس العياذ بالله للكآبة. الفرد من هالصوب طايح يطلعوه يطيحوه في من هالصوب من هالمر، يصير بيه قطب ثنائي والعياذ بالله. قطب ثنائي فتشي يشبه الجنون. تشوف الفرد يصير أريحي، كله يريد يشتغل، أصلاً ما يريد ينام. الكئيب بالأربعة وعشرين ساعة 23 ساعة ينام الكئيب. القطب الثنائي لا، تشوف بالأربعة وعشرين ساعة ساعتين ينام، كله يقوم يشتغل، يقوم يكنس البيت، يغسل الصحون، يقوم يشتغل، يجيب سيارة، يشيل أهله يوديهم. والله هذول العياذ بالله فيهم بالعائلة أكو قطب ثنائي، يسألوهم والله يتمنون الفرد يصير بيه كآبة ينام، يطلعون الفرد من بير يطيحوه في بير أعمق. القطب الثنائي العياذ بالله من هذا الاسم، شوفه مخبل أصلا، يصير فيه حالة من الماليخوليا. ماليخوليا مخ، المخ يقوم ينشط، بس شلون ينشط؟ هذا الدوبامين يولد لفت حالة من الأريحية، هاي الأريحية تدمر الحياة. يقول لي هو فد واحد كان مصاب، يقول أنا كل على كل حال العياذ بالله كل معاشي 600 دينار، رحت صار بي من حالة الكآبة فجأة انتقلت إلى حالة الشسمة، رحت أجرت فد سيارة بالشهر، السيارة سعرها بالشهر 500 دينار، وبعدين استأجرت فد سائق بالشهر 200 دينار سائق، وبعدين كنت أخذ أهلي أطلعهم، هذول يتوسلون بي، يا بابا شن جاي تسوي؟ أقول له ما يخالف مو مشكلة. هاي حالة، حالة جنون. هذولك يقول أهلي كانوا يدعون الله، إلهي رجع أبونا، رجع أبونا خليه يصير بي كآبة. بتبعات. وبعدين شنو أخيرا؟ إنسان يقعد كله يكذب على نفسه. حتى شنو؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبة عنده جدا عبارة رهيبة. أمير المؤمنين يقول الإنسان عنده حرص على شنو؟ على أن يكون دائما كيفه عدل. فلذا دائما إذا أجت فد نوبة فد كفخة دائما يحاول يلهي نفسه بالشغلات الثانية. هذا أمير المؤمنين يذكره في مجال التقريع. يلهو يلهي نفسه حتى لا يفتهم صديقه باقه سرقه، يلهي اذا نوبه اذا اذيه اذا اي شيء شاف يحاول دائما يصرف باله. الى متى انسان يصرف باله؟ اخيرا ينام يفتح عينه يروح بالحمام يقعد، تجي الافكار، قاعد وتجي الافكار، تشوف فجاه يلتفت انه نصف ساعه قاعد. ليش؟ لانه ما اخذت الافكار،
ما أخذت يمين يسار، شنو أسوي؟ المشكلة أن الإنسان لا يفكر، المشكلة أن الإنسان ليست له حالة خيال. إذا الإنسان سلب منه هذه القوة يصير مثل الحيوانات. والمشكلة الكبرى والأردى من هذه المشكلة أن الإنسان لما يجر إلى الخيال يقعد يفكر يحلق في خيال اللي لا يجلب له إلا المزيد من المأساة وتعاسة الحياة. هاي مشكلة. أولا ما يفكر. في مرة أحد الإخوة كان يقول قلت الفلان أنت لما تفكر مثلا يصيبك مثلا فتح حالة كذاية، قال أنا أصلا ما أفكر الحمد لله مرتاح خلاص هاي الحالة أصلا ما يفكر، هذا كلش فري كلش حالة زينة أصلا ما يفكر. هذا يشبه الحيوان. الإنسان إذا ما فكر خلاص. المشكلة لو أجت الفكرة يجرون إلى فكرات مادية، تعال فكر بشنو، بفد منظر جميل، فكر بقضايا. هاي القضايا بعدين تصير عالة على الفكر وعلى القلب، يولد مزيد من الأسى. الإسلام يناهض، لاحظوا القرآن الآيات القرآنية، الإسلام يناهض التحليق في الماديات. يقول أيها الإنسان حلق. صحيح التحليق يمكن يكون أهم من المعرفة، صحيح، بس وين؟ في شنو حلق؟ حلق في الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله شنو؟ الدار الآخرة. كل ما عندك جيرها سخرها للآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم مو الإنسان خلاص يروح يصير راهب، لا تنسى نصيبك بالنتيجة، عيش ويا أهلك أولادك حياة طبيعية، بس هذا في داخلك، شوف في داخلك حلق، ولكن وين؟ حلق في الآخرة. قل إنما أعظكم بواحدة، موعظة واحدة. هذه الموعظة الواحدة تغطي كل مواعظ الأنبياء، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لاحظوا أكو عضو يسموه القلب، هذا القلب في منطق القرآن مركز العقل، هذا ما له دخل في جانب التخيل أبدا. العقل لهم قلوب لا يفقهون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. شوفوا يعقلون، احنا حديثنا مو في التعقل، التعقل قلنا هي أداة لاستعمال القواعد وترتيب القواعد للوصول إلى نتيجة. قاعدة، أنا أشوف رب العالمين، ما أقدر أشوفه بعيني، بالحواس ما يمكن أن يدرك رب العالمين، بس أشوف المخلوقات أحكم بأنه هناك وجود رب، هناك خالق. هذا الحكم استعمال قواعد، هذا مو تخيل، هذا مو تحليق هتشي في الأوهام، مو تخيل، هاي قواعد. مو معقول أن يكون معلول بدون علة، خلاص أحكم أن الله موجود. فلاحظوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول من تفكر، لاحظوا مهم، من تفكر في ذات الله تزندق. لا تحلق، لا تستعمل خيال، إذا استعملت الخيال تدري شو تسوي؟ راح تنطي الله رجل وتنطي إيد وتنطي وجه. لما نتخيله تتخيل الله. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخيل الله، خيالك لا تخليه هنا، خيالك خليه مكان ثاني، خليه بالجنة بالنار بالحور العين، اقعد تخيل. ليش؟ لأن الجنة الإنسان ما يقدر يتعقلها لأنه ما يعرف بروتوكولاتها. إحنا نعرف بروتوكولات الحياة، خو ما نقدر، بروتوكولات الحياة تختلف عن بروتوكولات الآخرة، تختلف اختلاف جوهري. فشنو أنا أسوي؟ أقدر أتعقل؟ ما أقدر. تعقل
الأمور الماورائيات ما ممكن، يحتاج الإنسان شنو؟ يخيل، يحلق يحلق. أما هذا الشيء التخيل، لاحظوا في أمر الله تبارك وتعالى مو صحيح. الله تبارك وتعالى يقول للموسى، موسى آية قرآنية، لما شاف الأحبال تمشي هذا الحبل شيء محسوس، فصار يتخيل، صحيح يتخيل. الله يقول في القرآن يتخيل أنها شنو تمشي، الحبل ما يمشي في السحر. الآية القرآنية شنو؟ ها الآية القرآنية في قضية موسى، الله ينهى عن الخيال أصلا رب العالمين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال يعني موسى، بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، موسى يعني، من سحرهم أنها تسعى، يخيل. بابا هاي قضية محسوسة، ليش تدخل الخيال فيها؟ هاي قضية محسوسة، شوف دقق، ليش فكرك يدخل في القضايا المحسوسة؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. سورة طه 65-67. الله بعدين يقول له يا موسى لا تخاف، هاي مو حقيقة. كلش مهم هذه عوالم ثلاثة، ليصير خلط بيناتها. عالم الإحساس لازم ليدخل في عالم التخيل، وإلا يصير جنون. هذول اللي يقعدون يفكر أنه الآن أكو فد واحد يجي يقتلني، الآن واحد يخش من الحائط من الدريشة يجي يدخل يخنقني، هذا شنو؟ هاي دريشة، روح شوف ماكو أحد، شفيك شنو تقعد تصنع لك هذا؟ شوفوا أي دخالة من عالم في عالم آخر مرفوض. الإنسان يخيل رب العالمين، هذا يتسبب الزندقة. من تفكر في ذات الله تزندق، زنديق. هذا الله تبارك وتعالى ما يقبله. الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ليش لا ينبغي له؟ النبي شعر شنو؟ الشعر هاي قوة شنو؟ قوة إحساسية أو قوة عقلية؟ لا، هيك فكر. الشعر موهبة، عدل، هو فن. الفن شغله شغل شنو؟ شغل فكر، مو شغل عقل. إنسان يقعد يصيغ الكلمات. الله يقول ما علمناه الشعر وما ينبغي له، أصلا لا يليق برسول الله أن يقعد يحلق يبني لفت كلمات هيك مسطرة. وما ينبغي له، الفكر لازم ينشغل مو بالدنيا، الخيال يجب أن يكون في الإنسان ولكن مو بالدنيا، بالنسبة إلى الآخرة. لذا مكروه الإنسان يوم الجمعة شنو يقرأ الشعر، مكروه يوم الجمعة في المسجد ينشد الشعر، يوم شهر رمضان مكروه. ليش؟ هاي أيام مرتبطة بالآخرة، المكان والزمان مرتبط بالآخرة. ليش تجيب شغلة دنيوية؟ شعر شغلة دنيوية. نعم إذا كان الشعر يرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إذا كان يرتبط بالآخرة بالموت، لا شعر زين، من أفضل الأشياء تلاوة الأشعار المرتبطة بالعبر بالنسبة إلى الآخرة في المسجد في شهر رمضان يوم الجمعة، كل شيء زين. أكو فد شيء مهم، أن هذه العوامل عوالم لا يصير فيها تداخل. بعدين نجي إلى عالم الخيال. هذا عالم جدا مهم حقيقة، ربما يكون هذا الكلام صحيح أن عالم الخيال أهم من المعرفة حقيقة، ربما يكون، بس مو هذا الخيال اللي هم يتصوروا. الخيال في الآخرة، وابتغي ما آتاك الله الدار الآخرة. إنسان دائما في كل شيء يقوم يخيل، يقوم يفكر، يقوم يحلق في القضايا المرتبطة بالآخرة في كل شيء، بل ليدمر الحياة يقوم كله من 24 ساعة يقوم يبكي، يقوم كله في هالمرة تصيب الكآبة من الخوف من الموت، من الخوف من الآخرة. لازم كما يفكر في الموت يفكر في النار، يفكر شنو؟ في الجانب جيد أيضا، 50-50
50-50. ما تعادل الخوف والرجاء في عبد إلا وجبت له الجنة، كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. لازم ليصير غلبة. همام أمير المؤمنين قال له شوفوا، قال له في خطبة المتقين صلوات الله على أمير المؤمنين، قال له شنو؟ فهم، يعني المتقين، فهم مثل شنو؟ يعيش في الحياة أما كأنه هو في الجنة، فهم في الجنة، في الجنة، فهم في الجنة كأنه شنو؟ قد رآها الجنة، فهم فيها معذبون، فهم والجنة، وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. وهم، أنا في نظري هاي العبارة خلت همام يحلق. همام اسمه همام، هم عنده، هم يعني محلق، محلق صار يحلق، يمكن هاي العبارة قتلته. وهم والنار كمن قد رآها، هاي عبارة أمير المؤمنين، فهم فيها معذبون. الإنسان لازم في الحياة كل ثانية دائما عنده فكر أنه هو في الجنة فيتعادل، هو في النار. لو الله عذبني، الله كريم رؤوف رحيم، ما تعادل الخوف والرجاء، لازم يتعادل. إذا ذرة غلب أحدهما على الآخر يولد إما الكآبة أو يولد البطر. البطر، إن الله لا يحب الفرحين. إذا الإنسان الجانب الآخر الإيجابي ماله غلب يصير شنو؟ فرحان. إن الله لا يحب الفرحين، ما لازم الإنسان يفرح. الإنسان اللي أمامه موت، الإنسان اللي أمامه خوف، قيامة، حساب، كتاب، شلون يفرح؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال إذا الغنم اللي تاكلوه كان يدري مستقبل أكو موت مثل ما أنتم تدرون. شوفوا هذا خيال، هذا مو قواعد الموت، إحنا ما ندري شنو، ما ندري أصلا شنو الموت، يعني شنو ما ندري، بس هذا علم خيالي، ندري أنه هذا يقين بس ما ندري قواعده شنو، أبعاده شنو. يقول ما أكلتم منها سمينا، يعني ما يصير أصلا الغنم، ما يصير سمين أصلا. لازم ليصير الإنسان هالشكل أنه يصير في كآبة من سبب الأحداث اللي راح تصير. إحنا عندنا أمل بالله، عندنا أمل برحمة الله، ليصير عند الإنسان يأس من ذاك الصبم، ليصير اعتماد 100%، ليصير الإنسان هيك مكيف الحمد لله، إحنا عدينا شهر رمضان، عبدنا الله وصمنا له وإن شاء الله كل شيء عدين، ويا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، خو ما يخالف إن شاء الله شفاعة أمير المؤمنين، بس يمكن أكو بيها فركة إذن وفركة إذن، الله والله تدمر، العياذ بالله، العياذ بالله. أهم شيء هو الموت، الإنسان أخيرا خو يموت. هذا فتشي أنا في نظري كلش مهم، خلي ولو مرة في حياتنا إحنا نتخيل الموت بعمرنا، والله ما خيلنا، إيه نتخيل فد ثانية تجي هيجي فكرة عابرة ورأسنا إحنا نطلعها برا من فكرنا، لأنه ينغص الحياة. أنا أريد أتهنى بالحياة، فكر الموت يخرب. ماكو ولا مرة بحياتكم صايرة تقعدون ترددون فد حالة راح تجيكم 100%، اقعد فد ربع ساعة عالج هاي الحالة معالجة خارجية، كأنك الآن موت نزل بيك، خو شنو يصير؟ اقعد فكر شنو انت تعرف من الروايات، من نتيجة اكو فد واحد يسموه حج عزرائيل، هذا راح نشوفه يوم نشوفه رغما على انفه، كل نفس ماكو ذائقة الموت، ماكو مجال، خو لازم نشوفه، يمكن يوم بعد، يمكن 50 يوم بعد، يمكن 500 سنة بعد، ما أدري. هسه خلي يكون 500 سنة، نزل على نوح عزرائيل، نزل عليه قال له يلا تفضل. نوح كان جالس في الشمس، قال له اسمح لي أروح أقعد بالفي، قال ما يخالف يلا رخص له، هذا الشيء عزرائيل ما يرخص أحد، ما أدري شنو القضية. نوح 2700 سنة، ما أدري 2400 سنة حسب اختلاف الروايات، عمر سمح له اجى قعد بالفي، قال له يا عزرائيل، نوح قال له هاي عمري كلها كانت مثل هاي انتقالي من الفي، من الشمس الى الفي،
كله طارج. لو إنسان 500 سنة يا عمر، ثم شنو؟ فديوم هذا الحجي لازم نشوفه. خب ولا مرة بحياتنا فكرنا هذا الحجي لما نشوفه شو يصير. وإنسان يقعد فد مرة فد مرة ربع ساعة شهد الله، هذه تحتاج الإنسان على مر الخطي. والله هذه اللي تجلي الكآبة من البال حقيقة. هذا اللي الإنسان بعد ما يهتم بالحياة، مو ما يهتم بالحياة يعني يقصر في حقوقه، لا هذا ظلم اتفاقا. إذا أكو حق لأهل علي، لزوجته علي، لأولاده، يقوم يلتزم به. مو أنه هالمرة يصير درويش يروح يصير ما أدري ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لا كل شيء يتعدل. هم من صوب يصير ملتزم في الحياة، يصير مندفع، يخدم، يصلي، يعبد، يؤدي الحقوق، ما يصير بكآبة وخمول حقيقة، تصير في عنده طاقة. من ذاك الصوب هم دائما قلق أنه لا يكون الله ما يقبل منه، لا يكون الله ما لو إذا أجى عزرائيل والذي نفس محمد بيده. لمعاينة ملك الموت أشد من 1000 ضربة يضرب بالسيف. في الحديث أكو في الجسم يقولون 700,000 عرق، يقولون ما أدري هذا موجود معروف، هاي معلومات ما أدري شكد دقيقة يذكروها أهل الاختصاص، 700,000 عرق. شوفوا إذا فد مرة فد واحد عينه تعوره وسنونه تعوره وخشمه يعوره ما أدري، إذانه تعوره وظهره بيديسك والبروستاد معلق مشتعل، تدري هذا شنو يصير؟ هذا بعد ذرة فكر ما يقدر يفكر. 5 أشياء تقوم تعوره، الركبة مالته تعوره، ها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ينزل الموت ببني آدم يتألم في جسمه كل عرق بحياله، بحياله يعني مستقلا كل عرق ألم، العياذ بالله استجيروا بالله، بحياله بحياله يعني كل واحد مستقل، مو أنه الإنسان بعض أوقات ظهره يعوره بس ألم السن شديد أصلا ينسى ألم الظهر، مو صاير الإنسان هالشكل. والجرح يسكنه الذي هو ها آلم، آلم يعني أألم أكثر ألما. إذا الإنسان فد مكان عضو يألمه، إذا أجى فد ألم أشد ذاك الأخف ينسى يسكنه. والجرح يسكنه الذي هو، النبي صلى الله عليه وآله شوفوا بكلمة بحياله يعني شنو؟ يعني كل واحد يدق ينبض ينبض ألم ينبض ألم هالشكل. 700,000 موضع في الإنسان بشكل مستقل وبشكل يحس الإنسان يقوم ينبض ألم ينبض ألم، العياذ بالله. عمرنا مفكرين بهاي الشغلة؟ إنسان هيك حال فد مرة، الموت يأتي بغتة فجأة، إنسان نايم نايم عينه مسدودة قاعد يشوف تلفزيون دا يسوق قاعد يسولف ويا أهله أولاده، شنو يصير؟ إحنا أكو أمامنا حجب، حجب متعددة، لذا ما نشوف الملكوت ما نشوف ما وراء هاي الحياة. فجأة في ثانية واحدة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فجأة الإنسان كل الحجب تتوخر، فجأة يشوف الملكوت. الإنسان إحنا ما متعودين إحنا نشوف هاي الحياة، ما متعودين نشوف الشغلات هذه، نشوف عالم لا متناهى من الملائكة كل شيء ينفتح. فكشفنا عنك غطاءك، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصر. شوف الإنسان الجنة، يشوف النار، يشوف كل شيء، ويشوف فتح حجي واقف يمه وهاي مصيبته ويا الحجي هذا. العالم يشوفه وفد واحد واقف، واحد واقف
يقول له يلا تفضل. فيحدث في الروايات أكو يحدث سجال، يحدث سجال، يصير أخذ رد. هذا الأخذ والرد فد مرة إحنا نقعد ربع ساعة شهد الله الإنسان يمرر في باله. تدري إحنا شنو نقول له؟ أول شيء نقول له، نقول له وش صاير، وش صاير، ها شنو صاير؟ يقول لي ما صاير شيء، بس تفضل. أدري ليش؟ المدة انتهت. ليش انتهت؟ توني 40 سنة ما كوتش حساب. يقول لي ما كوتش، شنو 40 سنة؟ خلاص في مالا، تفضل تفضل. ما فيني شيء، لا فيني سرطان العياذ بالله، لا فيني مرض، ليش أروح؟ ماكو هم تفاهم، خلاص مدتك انتهت. ملك الموت ما يتفاهم، ما يتفاهم، ما عنده تفاهم، يلا تفضل. فيقوم الإنسان يتشالش وياه، ذاكم أبدا ما في تفاهم أبدا. إذا غاية الأمر هواية يكون رؤوف بالإنسان، يقول له أرجوك تفضل. أدري ليش؟ شنو صاير؟ شو مسوي أنا؟ ماكو جواب. بابا أهلي، عيالي، أولادي، شلون أعوفهم؟ ماكو جواب. ما يقول لك شلون تعوفهم، بس يقول لك تفضل، خطيني مجال. فتساعة ساعتين فتشغلات عالقة، خلي أمشيها، عندي تشيك لازم أوقعه وإلا مليارات تروح. أبدا تفضل، ماكو تفاهم. والله خلي فد يوم إنسان يقعد يسد عينه، ما حد ما يكون بالبيت، يتشالش ويا عزرائيل، يقول له بابا اعطيني وقت، وبعدين يخاطب نفسه ماكو مجال. خلاص هل قد وقت كان عندك؟ وين كنت هالسنوات الطوال؟ اعطيني ساعة. ولك يجاوب 1,000,000,000 ساعة انطيناك، شنو سويت؟ إنسان يريد. في الحديث أكو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول هاي اللحظة أصعب لحظة على الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة، يريد ينتقل من هاي الحياة إلى ذيك الحياة. حقيقة جيد الإنسان فد 100 ساعة 1,000 ساعة يخيل، يتخيل. قلت هذا يحتاج إلى تخيل، صناعة فكرية. ما نعرف إنه حقيقة بعمرنا ما شايفين عزرائيل أصلا شنو، بس أقعد أتخيله. فد واحد أبو شنب عنده مثلا شوارب كلش مثلا، هسه مو شو اسمه الإنسان بالنتيجة الشيء اللي يريد يخاف منه، إحنا ما ندري معادلات الآخرة شنو. إذا واحد كلش شواربه قوي يخاف منه مثلا، هسه فالشكل هو قطعا عزرائيل مو هالشكل صلوات الله عليه، بس هو ملك مكرم عظيم جليل. بس هي القضية تحتاج إلى أن الإنسان يحلق فيها بشكل صحيح، يحلق فيها بشكل صحيح. هو عزرائيل هذا موت، هاي شغلة مو هينة. الله تبارك وتعالى في الحديث أكو يقول للعزرائيل بعد ما يصير نفخ الصور، يقول له ها منو بقى؟ يقول بس أنا وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل. يقول له روح أخذ عمارهم، روح موتهم، روح يموتهم. بعدين يجي في الحديث أكو ينزل عينه ما يقدر يشير طرفه، هذا عزرائيل ينزل عينه، هذا الموت، هذا الموت ينزل عينه ما يقدر. في الرواية أكو لا يرفع طرفه، الله يقول له منو بقى؟ يقول عبدك الذليل عزرائيل. يقول له موت، بيموت. هذه مو قضية مزاح، كل نفس ذائقة الموت. الإنسان هذا فتشي حقيقي، هذا مو فتشي باطل، مو تقعد تفكر بشي باطل. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول وعن قريب يطرح الحجاب، عن قريب يطرح الحجاب. ذاك الوقت الإنسان يتأسف حتى إذا كنا ناس طيبينها. فد واحد الشيخ عبد الزهراء الكعبي، لاحظوا الشيخ عبد الزهراء الكعبي معروف، هذا الرجل صاحب الصوت الخالد في مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ينقل عنه أنا سامع كثيرا من الأعلام أنه فد يوم أجا
إلى فد واحد مرجع تقليد كبير ما أجيب اسمه، مرجع مهم معروف عنه أن في حياته لم يشهد أن يرتكب فد مكروه، فكيف بالحرام؟ فد قديس، ما أجيب اسمه حتى أقدر أذكر عنه منه هذا، معروف عنه الذي عاش وياه لم يجدوا منه، لم يشهدوا منه فعل مكروه واحد. إجا قال له شعب الزهراء الكعبي: سيدنا بارحة شفت أمك الزهراء بالمنام. هو اسمه شيخ عبد الزهراء الكعبي، ولد في مولد الزهراء صلوات الله عليها، واستشهد في يوم استشهاد الزهراء صلوات الله عليها. اسمه عبد الزهراء، رجل خالد، هذا صاحب الصوت الخالد، رجل صاحب معنويات. قال للسيد هذا المرجع الكبير، قال له: أمك شفتها بارحة بالمنام، قالت لي روح قل للسيد هذا عمرك انتهى، خلال 3 أيام تموت، صف حساباتك. شوف أصلا هو هاي القصة تدل على أن هذا المرجع مقامش قد أنه يخبروه 3 أيام قبل، هذا ما يصير أصلا. فيقول بس قلت له صفن، عيونه شخصت تركزت، فصار يقلب إيدينه، ينظر تارة إلى كف إيده وينظر تارة إلى ظهر الإيد، هي يقلب إيده وبنفسه يخاطب نفسه، يقول لي يقول للنفسه شو أسوي، وين أروح، وجهي أسود وإيدي خالية، شنو أسوي؟ هذا الإنسان خليفة سنة قبل ما يروح يقول للنفس، لابد هذا مرجع تقليد قايل لنفسه. بس الإنسان إذا فتشي من قبل، خاجة نصير الدين الطوسي، خاجة نصير الدين الطوسي هذا قبل 800 سنة قبل، كان توفي سنة 762 أو 672، الآن أنا متردد ما أدري. على كل حال 800 سنة جوا الأرض، هذا اسمه محمد ابن الحسن، اسمه هذا خاجة، هذا لقبه نصير الدين الطوسي، نصير الدين لقب مو اسمه. على كل حال معروف هذا عالم كبير كان في علم النجوم، كان يعرف. اجى صار نديم لهولاكو، هولاكو هذا من ملوك المغول، هذول كانوا يجتاحون البلاد الإسلامية من أحفاد تشنغيز خان. هولاكو أحفاد تشنغيز خان، هذا اجوا هذول رجل بدوي، هولاكو ما يفتهم الهر من البر حقيقة، هذول اجوا اكتسحوا البلاد الإسلامية، انقرضت الخلافة العباسية على عيد هذا هولاكو، الخلافة العباسية اجوا نهبوا ودمروا حرقوا. ناصر الدين الطوسي كان يريد يستنقذ فد شيء من التراث الإسلامي، لا يضيع هذول بربر هذول. فعلى كل إن اجى تقرب منه، هو كان يعرف علم النجوم، قال له بابا لازم أنت تعرف علم النجوم حتى تعرف أنه في الحروب شنو يصير، تدري تنتصر يوم ما تنتصر. على كل حال قال له شو يفيد هسه أنا أفتهم أنتصر يوم ما أنتصر، إذا أنتصر خو أنتصر شنو يفيد أفتهم من قبل؟ قال له لا هذا جدا مهم، قال أصلا ما يفيد. فراد يفهمه، قال له إذا تسمح لي بكرة الصبح لما نحن قاعدين أنا وإنت والوزراء وعلى كل حال الجيش وقادة الجيش كلهم قاعدين بالصحن الدار، إحنا في الدار، تسمح لي أنا أكلف واحد يروح من على السطح، فطست كبير طشت من النحاس يذبه من فوق بالوسط، بس أنا وإنت ندري، اسمح لي هذا الشيء يصير. قال ما يخالف سوي. ف أمر بالخادم وجوا قعدوا، هسه الكل قاعدين وهلاك وهم قاعد، نصر الدين الطوسي يمه، وإذا نزل طست نحاس تدري ولت صوت هائل، فالكل هو نصر الدين الطوسي ما تحرك، هو يدري لأنه يدري راح يصير شي يصير، وذاك الهلاك هم ما تحرك يدري القضية شنو راح يصير، يعني كان مطلع من مسبق يعني، بس البقية شنو، واحد لزم لك الحائط صعد، انحاشوا كلهم من عن بكرة أبيهم شردوا. ليش؟ شنو هذا؟ ليش هذا ردة الفعل عند هذين وهؤلاء اختلف؟ اختلاف سببه شنو؟ شيء واحد، هذين كانا مسبقين، كانوا يدرون
يدرون، يدرون علم كامل أنه راح ينزل وراح يصدر أي صوت. هذا الصوت يدروه، حجم الصوت يدرون، لأن الطسد يدروه إيش قد حجمه، كل شيء يدري. فهو مسبقا عنده حالة تخيل، يدري أن هذا لما يسقط هو مو حس، هذا تخيل، يدري أن هذا السقوط يولد هذا الإحساس، هذا الصوت وهذا الضجيج، خلاص ما تأثر أصلا. والباقي اللي ما يدرون ماتوا من الخوف، واحد سقط ولسانه طلع، واحد عينه غارت، واحد تبسمر، واحد شرد، واحد صعد الحائط، صدرت منهم هذا. ليش؟ قال له شوف، الإنسان اللي يدري أكو مرض ويدري هذا المرض راح يجي بعدين، هذا المرض شنو يسوي فيه، شنو ما يسوي فيه، يقدر يقابله، يقدر يخفف عليه مسبقا إذا يدري. الإنسان إذا فات شغلة مسبقا يدري بيها، لما تنزل، تنزل على كل حال، ينزل ملك الموت ذاك الوقت ما يتفاجأ هواية. هذه هي حياة، ورانا آخرة. أخويا الأخ الأكبر كان ينقل أن العم رحمة الله عليه أصيب بسكتة دماغية، ورا كم ساعة بعدين متوفى رحمة الله عليه. العام السيد المرجع رضوان الله عليه يقول إحنا كنا أخذناه للمستشفى، فبعده كان وعيه يعني موجود، يعني ما دش غيبوبة بعده. يقول كان على السرير أنا وياه، كنت كنا نمشي يودوه ينقلوه، أولا تدرون بالطوارئ ينامو على السرير، يعطوه أبرة فتشي مثلا، بعدين يودوه مثلا للإنعاش. يقول إحنا بين الطوارئ كنا ويا الإنعاش، هو كان نايم ويقظ حي، كان حي على قيد الحياة، دقائق قبل أن يدخل في الغيبوبة. أخويا ينقل يقول أنا كنت أمشي ويا السرير، السرير على كل حال على شروخ، وأنا أمشي يمه وأطباء حوله، قبل لحظات من فقدانه الوعي يقول شفته، شفته يأشر بإيده إلى السماء، عينه إلى السماء، يأشر بإيده شنو صاير هالشكل، ما يحكي، هيك يسوي. إشارة، واحد إذا تسأله بدون لسانك تسأله شيء، شو تقول له؟ تريد تقول له شنو صاير؟ قل له هالشكل. فيقول كان ملامح وجهه وإيده بالإشارة هيك يسوي. بعدين كم مرة هيك سوى، وبعدين هو متمدد مد إيده على رجله فصار يضربها على رجله هالشكل، نايم بس إيده مدها مثل واحد متحسف. هلكت خدمات، طول عمره جهاد، طول عمره خدمة. حقيقة أنا بعمري ما شفت في الدقيقة يكون في لهو أو في شيء، كله يو كان يكتب، يو كان يحكي. بس الإنسان لما هاي ثروة الحياة تنتهي يتحسف، يتحسف. يقول شفته كان يضرب على رجله هالشكل، كم مرة يضرب بإيده بكفه على رجله هالشكل وهو متمدد يضرب على رجله، ويقول بعد كم ثانية فقد وما عاد، باكر بقى في الغيبوبة، ويوم غد فارق الحياة رحمة الله عليه رضوان الله عليه. الموت يأتي بغتة، بغتة، إنسان قاعد على المنبر فجأة يشوف الحجي، هذا الحجي، وخلاص بعد أي مجال، ماكو مجال. إذا الإنسان يريد أن لا يتفاجأ في هذه اللحظة، خلفت 20 مرة بحياته، هل عمر الطويل؟ الحمد لله رب العالمين، شنو يظن؟ نقعد نتخيل، إنسان يقعد يصنع لنفسه في خيال، يحلق في نفس الوقت اللي يحلق أيضا في الجنة، فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها نعم. يقعد يسوي لنفسه فد حورية، يخلي لها اسم أصلا، يسوي لنفسه فد مثلا ما أدري ولدان مخلدون، يخلي لنفسه فد اسم، وإن شاء الله أنا راح ألتقي بهذه الجنة. هذا الفكر اللي دائما في خلف ذهن الإنسان يعطي للإنسان حيوية في الحياة، صدق ما يتدمر. إذا الإنسان عنده يدري أن وراء هذا الألم أكو ثواب، أكو
وراء هذا الاعتداء أكو عقاب، هذا شوي يدوس بنزين، شوي يدوس بنزين في الثواب، شوي يدوس بريك في العقاب، حقيقة يأثر. والله هذا أهم عوامل أن الإنسان لا يصاب بالأمراض النفسية، بل تصير فيه الطاقة والحيوية والسعادة. والله الإنسان يستشعر السعادة إذا انقلبت عليه الدنيا، دار بالبلاء محفوفة، شاف الأذى من القريب والبعيد، شاف الأذى من الجسم، شاف الأذى من الأولاد. لما عنده في خلفية ذهنه أكو فتشي اسمه جنة، أكو فتشي رضوان رب العالمين، أكو فتشي ملاقات صاحب الزمان صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف، أكو فتشي ملاقات أمير المؤمنين، خلاص هالهموم تروح. وهذا بعد مو كذب، هذا مو كذب. أنت تجي تكذب على نفسك أنه تصور لنفسك فد منظر جميل، الكذب هذا مو كذب، هذا مو مثل واحد اللي واقف بالثلج يقول الجو حار، لا لا، هذا حقيقة، هذا فتشي حقيقة 100%، ما عندنا شك فيه، وراح نلاقيه بسرعة، راح نلاقيه. يوم يرونها كأنهم لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها، ذاك اليوم راح يشوفون ساعة زمان أكثر ما كان. جدا مهم حقيقة، خلي نأسس في حياتنا عملية الخيال، هاي شغلة جدا مهمة، بس بشرط أن هذه العملية 50-50 على قولتهم هذولا، أنتوا تقولون لا يصير إفراط وتفريط، لا يصير أي شيء زيادة. حقيقة كما يفكر بغضب رب العالمين كذلك يفكر لعد هذا اللي عنده غضب، لعد وين رحمته؟ عنده رحم، رؤوف، رحيم، متفضل. الإنسان ليش لعد يخاف؟ ليش يحاتي؟ ليش يقلق؟ ماكو قلق، الله أكو. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله قال للموسى لن تراني، لن، لام ونون، لن مو لم، لام وميم، لن يعني مستحيل تشوفني. الله يقول لنا إلناها، قل لن يصيبنا، مستحيل، لو الدنيا تنقلب ابني ما يصير بشي، ما يصير بشي. الله القضية بيد الله، إذن إلهي مو ممس الابن في خطر يوم مو في خطر، الإنسان نفسه في خطر يوم خطر، إلهي عدلها صلحها، إلهي أنت أرحم الراحمين، كل شيء بيد الله. بعدين الإنسان يطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى بحق أوليائه الطاهرين أن يوفقنا في هذه الأيام المتبقية من شهر رمضان، أن يوفقنا لكل خير يريده ولكل ما يقصده ويطلبه منا، أن نؤدي هذا الطلب، هذا الحق الإلهي خلال هذه الأيام الباقية، ويتسلمه منا بأحسن وجه هذا الشهر، ويرزقنا إن شاء الله العود ثم العود ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.